اسمي نادي الحشقاص، عمري 17 سنة، عندي وزن، أنا من حمص المصري. اسمي الملك سلام، من سوريا، مدينة دمشق. اسمي مصطيف، اسمي ومن حلب طبعا، بس مواليد ياهو نعفلي، وعمري 42 سنة. اسمي سمر، من حمص القصير، عمري 43 سنة، أربع بنات وثلاثة صبيان. سوسن الأحمد، 25 سنة، من ضمير، من الشام. جوزي استشهد بالقصير، استشهد معركة المشتل، وقت استشهد كان لي شهر الحمل، يعني ما شاف ابنه، كان علقاني بالقصير ضرب كتير، توفى الساعة 10:30 نهار الجمعة 26/11. ودعنا الدمار كان صعب وقت إجا خبر جوزي اللي توفى، يعني الشعور كتير صعب، أنا شو ذنبه ابني إنه ما يشوف أبوه. والعيش صعب وكل شيء غالي، يعني كل نهار بدنا مي، بدنا خبز، هاي يعني هاي أقل شيء. ايه وشغل قليل وجوزي مرضان، يعني أوقات بيقعد 10 أيام 20 يوم ما بيحصل 10 أيام. قال هاي الكهرباء على طول هيك عنا الوضع، هلا ساعات ما موجوده خالص راحت. يعني لو في شغل فينا نشتغل، بس المحل اللي عم باركين فيه صعب شوي، يعني بعيد عن السوق، بعيد عن كل المناطق اللي فيها، مثلا سلماني سوبر ماركت بعيد من كل شيء، صعب الطريق، يعني واحد يروح ويجي مشوار طويل. يعني مثلا خيام، نحن قاعدين 6 عيال بخيمه واحده، الاطفال عم يناموا فوق بعضهم، الله وكيلك بيناموا حد بعضهم، وما في لهم يعني مطرح بيناموا فيه. مثلا حرامات ما عم تجينا كفايه، تغذيه كتر خير الامم عم يعطونا شيك اللي باخده، انا عم بصرف على الكل فيه وما عم يادينا. انا هلا بعرسه قاعدين بخيمه، مخيم لكن تحت عند الباري. هلا هي مليحة عرسة، يعني ضابة عدد من اللاجئين، يعني ضابة عدد كتير من اللاجئين، بس إنه ناقصة كتير اللاجئين، غذاء، مازوت، تياب للصغار، ألبسة، يعني كتير ناقص كتير للشعب تياب، يعني إنه إذا مسجلة بالأمم أو مسجلة بأي منطقة ما بيعطوك. طيب أنا هلا عطتوني إياهم أول ما جيت، طيب خلصة منين بجيب؟ هلا الأمم فصلت كتير عالم، يعني ما كمان يعني العيش هون محل.